السلام عليكم. تحليل الشخصية مو هو بالأمر السهل، حتى لما تروح لطبيب نفسي الطبيب النفسي بيشخص الأعراض اللي أنت تعاني منها، وبناء عليها بيصرف لك العلاج المناسب إذا كنت تحتاج. تحليل الشخصية يتم من خلال مدرسة علاجية اسمها سيكو أناليسيس ثيرابي، العلاج بالتحليل النفسي. والعلاج بالتحليل النفسي هذا يستغرق وقت طويل، يعني جلسة كل يوم أو كل يومين لمدة أسابيع، ومدة الجلسة من 45 دقيقة إلى ساعة أحيانا. وممكن أيضا المعالج يستخدم معاك بعض المقاييس العلمية اللي تقيس الشخصية، زي مقياس الـ MBI وغيره، والمشتغلين في المجال النفسي يعرفوا الكلام هذا. فالنقطة اللي أبغى أقولها هنا أنه مو بالبساطة إذا جلست تتكلم مع واحد معين أو مع شخص متخصص بعلم النفس أو بعلم الاجتماع وغيره، يحلل شخصيتك ويعطيك الأشياء التي لها علاقة بشخصيتك وغيرها. لأن الشخصية يعني مركب معقد، عبارة عن خبراتك وتراكماتك في الحياة اللي أنت مريت فيها، المدرسة، الأخوان، جماعة الرفاق، الأقران، الضغوطات اللي مرت عليك في الحياة، الوراثة لها دور، فهي شكلت الشخصية حقتك. فهمك لشخصيتك مرة كويس بيساعدك على فهم إيجابياتك وعلى نقاط قوتك ونقاط ضعفك، وبيساعدك أيضا على أنك تطور من هذه الشخصية. فما نعلم.